الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. هددت شركات النفط الاستثمارية العاملة في كردستان العراق باللجوء إلى التحكيم الدولي ما لم تكن عقودهم محمية من الحصول على المستحقات المالية السابقة جراء الأضرار الناجمة عن إغلاق خط الأنابيب التركي العراقي. وأصدر اتحاد صناعة النفط الكردستاني بياناً أكد فيه على أهمية استئناف صادرات النفط عبر أنابيب الخط التركي العراقي وأن تستأنف صادرات النفط في المستقبل القريب. وأشار الاتحاد إلى أن قانون الموازنة لا ينص بشكل كامل على الحقوق المالية للشركات، كما أن مشروع قانون النفط والغاز العراقي لا يأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات التاريخية للشركات العالمية في كردستان العراق أو الشروط التقاعدية التي أدت إلى تحقيق مكاسب اقتصادية. أرجعت وزارة الزراعة في العراق ارتفاع أسعار التمور إلى زيادة الطلب عليها، مطالبة القطاع الخاص بالتوسع في تغليف وتصنيع التمور بدلاً من استيرادها. وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي إن الأسعار العالية للتمور التي تشهدها الأسواق العراقية هي نتيجة الإقبال عليها من قبل المواطنين. ويذكر أن أسعار التمور ارتفعت في الأسواق المحلية والتي وصلت إلى 5000 دينار للأصناف الجيدة. وبعد أن كان العراق في صدارة دول العالم بإنتاج التمور، تراجع إلى مراكز متدنية بسبب الإهمال وسوء إدارة ملف الزراعة. احتل العراق المرتبة الرابعة بين أكبر المستوردين من تركيا في شهر تموز الماضي وفقاً لهيئة الإحصاء التركية. وذكرت هيئة الإحصاء التركية أن صادرات تركيا لشهر تموز بلغت 20.078 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وبينت أن واردات تركيا في شهر تموز سجلت 32.285 مليار دولار، بزيادة بنسبة 10.5% عن نفس الفترة من عام 2022. وأضافت أن العراق جاء رابعاً في صادرات تركيا لدول العالم في شهر تموز بقيمة 978 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيس للصادرات بمليار و673 مليون دولار. وصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضاً كبيراً في مخزونات الخام في أمريكا في الوقت الذي أبقت فيه المخاوف بشأن إعصار في خليج المكسيك المستثمرين في حالة من القلق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 0.33% ليصل إلى 85.77 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.49% ليصل إلى 81.56 دولار، مسجلة مكاسب للجلسة الخامسة. ويمثل خليج المكسيك البحري حوالي 15% من إنتاج النفط الأمريكي وحوالي 5% من إنتاج الغاز الطبيعي وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن خسائر شركات الطيران بسبب الخلل الذي أصاب أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا ستبلغ نحو 100 مليون جنيه استرليني. وأضاف الاتحاد أن الحكومة البريطانية ألغت أكثر من 1500 رحلة جوية بعد أن اضطر مراقبو الحركة الجوية للتحول إلى الأنظمة اليدوية بسبب مشكلة فنية، وأدى العطل إلى تكدس آلاف الركاب العالقين في المطارات في أوروبا وخارجها. وتعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع شركات الطيران من أجل إعادة الركاب العالقين في المطارات بمختلف أنحاء أوروبا إلى بلادهم بعد أن تسبب خلل بأنظمة المراقبة في تعطل للرحلات الجوية، ومن المتوقع أن يستمر لعدة أيام. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.